الاستعداد لتصوير هذا التقرير مختلف عما أقوم به عادة. أنا الآن أرتدي بدلة غطس مخصصة للغوص في المياه الباردة، تسمى دراي سوت أو بدلة جافة، وهي مختلفة كلياً عما أرتديه عادة عندما أقوم بالغطس كهواية. وبينما استعد لتصوير ابتكار جديد يستخدم تحت الماء، قررت اتباع تدريبا خاص لاستخدام هذه البدلة بأكثر شكل آمن. سنبدأ بالغوص على عمق مترين إلى ثلاثة، وإحدى الأشياء التي يجب أن تنتبه لها عندما تغوصين باستخدام البدلة الجافة هو احتمال وصول الهواء إلى قدميك، وبهذه الحالة يمكن أن ينقلب جسمك عكسياً بحيث ترتفع قدماك لسطح الماء ويتجه رأسك للأسفل، ولكن سأعلمك كيف تعدلين وضعية جسمك. أجرينا كل إجراءات السلامة قبل الغوص، وبالتأكيد لدي هذا الميل بسبب الرؤية المنخفضة في هذه الماء، والأهم من ذلك لدي هذه الغوصلة. ما قمنا به هو ما زال في إطار الغوص التقليدي بالشكل الذي نقوم به الآن، لكن بحسب خبراء روس تجربة الغطس في المستقبل ستختلف، وإحدى المعدات التي الكثيرة التي أحملها علي الآن لن تكون موجودة في المستقبل. بوصلة الغواص هي غالباً ما سيتم الاستغناء عنه في السنوات القادمة، وستستبدل بنظام ملاحة خاص بالاستخدام تحت الماء طوره خبراء في موسكو. Hello, Artur. Привет. Artur, لدي فضول أن أعرف أكثر عن جهاز الملاحة تحت الماء الذي عملت على تطويره. ما هو مبدأ التواصل الأساسي بين النظام تحت الماء وبين الأجهزة التي تقوم بالإشراف عليه على سطح الماء؟ تحت الماء نحن مقيدون في كيفية نقل البيانات. الأسلوب الرئيسي والأكثر تطوراً وفعالية حتى الآن هو الاستشعار المائي بالأمواج الصوتية. مهمتنا إيجاد طريقة لتحويل إشارات الأقمار الاصطناعية التي تصلنا على شاكلة بيانات جي بي إس إلى معلومات يمكن التقاطها تحت سطح الماء. ولهذا الغرض لدينا أجهزة مختلفة، بعضها ذات مهام بسيطة مخصصة للغواصين الهواة كتحديد مكان الغواص كي لا يبتعد كثيرا عن السفينة المرافقة وأن يجدها عند العودة ويحدد له المسافة التي يحتاج لقطعها. والجهاز الذي يقوم بهذه المهمة يدعى بوصلة الغواص. هنا لدينا إضافة لذلك جهاز كاردينات أني المخصص لمن يمارس الغوص الاحترافي أو يعمل تحت الماء للعثور على أشياء معينة، ويقوم الجهاز بإعداد قاعدة ملاحية فيما يكون الغواص أو الروبوت العامل تحت الماء مزودا بلقط الإشارة، ما يسمح لنا تحديد موقعهم بالتناسب مع مكان وجود جهاز استقبال الإشارة، وهكذا نستطيع تحديد المسافة والعمق والسمت. ما هو عدد الغطاسين الذي يمكن للجهاز أن يتابعه في ذات الوقت؟ одновременная работа допускается с 32
يسمح الجهاز برصد 32 نقطة في آن واحد. والآن ننتقل إلى الجهاز الثاني الذي قمنا بإعداده، وهو نظير طبق الأصل لنظام GPS الذي نستخدمه على السطح، ويعمل من خلال توزيع عوامات بحرية على سطح المياه تعمل بالأمواج الصوتية، وهي تلعب دور الأقمار الاصطناعية، بينما يعمل هذا المستقبل على استقبال الإشارة الواصلة إليه من العوامات المائية، وبناء عليها يحدد مكان تواجده بالنسبة للعوامة. سؤالي الأخير أرتور عن هذه الأجهزة، يعني هي تتواصل مع بعضها بالأمواج الصوتية، ما هو مدى تأثير هذه الابتكارات على الحياة البحرية أو الحياة المائية؟ هل أخذتم هذه النقطة بعين الاعتبار؟ هنا علينا الأخذ بعين الاعتبار أن الترددات والذبذبات التي نستخدمها لا تتقاطع بشكل مباشر مع تلك التي تستخدمها بعض الحيوانات البحرية للتواصل. كذلك إن قوة الأمواج والإشعاعات المستخدمة منخفضة للغاية. إضافة لذلك نحن لا نعمل تحت الماء 24 ساعة متتالية، فالغطسة الواحدة مبنية لخدمة هدف معين وتستمر وقتا محددا من الزمن، ولا نقوم بأي من هذه الأعمال في مناطق المحميات الطبيعية. لذلك الآلية الفيزيائية التي تعمل بها هذه الأجهزة تستثني حدوث أي ضرر للحياة البحرية. شكرا جزيلا أرتور على كل هذه المعلومات. كان لدي فضول كبير لتجربة الجهاز الخاص بالغطاسين الهواة تحت الماء أثناء تواجدي في روسيا، لكن للأسف لم تسنح الفرصة لنا بسبب بعض التعقيدات اللوجستية. لكن الآن سنطلع على كيفية استخدام الجهاز المتطور من قبل بعض الشركات المتخصصة. Hi, how are you? Fine, thanks. لينار، في الشركة التي تعمل بها أنتم تتحققون من حالة أنابيب النفط والغاز تحت الماء. من تجربتكم ما مدى دقة الإحداثيات التي يعطيكم إياها نظام الملاحة هذا؟ يعمل هذا الجهاز بدقة عالية خاصة في المياه الضحلة. هناك ترون المسار الذي تتبعه الغواص محدد على الخريطة بخط أبيض، فيما يشير الخط الأحمر إلى الموقع الفعلي للمادة التي يتم تفحصها، وجميع هذه العلامات لا تتجاوز نصف المتر. الجهاز مزود بدراجة مائية، سكوتر مخصصة للاستخدام الخاص بالغواص، وأجهزة قياس تسجل البيانات في المجال المغناطيسي، كما تم تزويده بذراع خاصة يستخدمها الغواص لوضع علامات لتحديد إحداثياته في مجالنا، وأخرى لنظام GPS لتحديد موقعه. كل شيء يعمل بشكل متزامن، ونتمكن من تحديد الموقع والإحداثيات الدقيقة لكل نقطة. بالنسبة لعملك لينار، كيف تتوقع أن تقوم هذه الأنظمة من تغيير تجربة العمل أو التنقيب تحت الماء في المستقبل؟ أنظمة GPS هذه ستزيد بشكل كبير من دقة تحديد مكان وطبيعة الأعمال المنجزة في المياه الضحلة، لأنه يمكن استخدامها ليس فقط في عمليات تفتيش الأنابيب تحت سطح الماء، بل أيضا في الحفريات الأثرية وإعداد الخرائط تحت الماء واكتشاف أماكن تاريخية أو حطام سفن غارقة في البحر أو لأي غرض آخر. من وجهة نظرنا هناك آفاق واسعة جدا. شكرا جزيلا لينار على هذه المعلومات. قد تحدث هذه الأنظمة فرقا ملحوظا في السنوات القليلة القادمة بالنسبة للشركات المتخصصة بالأعمال والتنقيب تحت الماء، لكن بالنسبة للغطاسين الهواة عليهم أن ينتظروا لفترة أطول قبل استخدام هذه الأنظمة بسبب كلفتها المرتفعة جداً.